اهلا بيكم، برحب بيكم. امسيه جديده من امسيات ورشه الزيتون المنيره دائما. النهارده معانا الكاتب الاديب الاستاذ خالد بدوي. هو كتب الروايه والقصه القصيره. من اعماله المنشوره رواية رسالة من العالم الآخر. إحنا النهاردة في صدد رواية مملكة الهالوك للأستاذ خالد بدوي. من أعماله المنشورة رواية رسالة. لحظة معلش. أيوة. أعمال الكاتب خالد بدوي رواية رسالة من العالم الآخر عام 2012 عن دار نشر أكتوب. رواية ظلة ظل بلا جسد عام 2016 عن دار نشر عماد علي قطري. رواية مملكة الهالوك عن الهيئة العامة للكتاب عام 2019. رواية تاريخية عايدة 2019 عن الهيئة العامة لقصور الثقافة. وفي تحت الطبع رواية بين العصارة والقصر، العصارة والقصر عن الهيئة العامة للكتاب. الكاتب خالد بدوي حصل على عديد من الجوائز، منها جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة عن رواية عايدة عام 2019، المركز الأول في مسابقة السرد العربي للقصة القصيرة عام 2012، حصل أيضا على المركز الأول في القصة القصيرة في صالون كنوز تمر حنة لنادي الشمس، وأخذ درع مجلة همسة للسيناريو والحوار عن فيلم جريمة ليلة التنحي عام 2015. جائزة مركز عماد قطري للإبداع والتنمية الثقافية عن رواية ظل بلا جسد عام 2016. وأيضا جائزة إحسان عبد القدوس فرع الرواية عن رواية مملكة الهالوك عام 2017. وإحنا اليوم بصدد رواية مملكة الهالوك للكاتب خالد بدوي. الرواية بتنقسم إلى ثلاث فصول. بتتحدث الرواية عن عالم الهجرة من القرية إلى المدينة، وحلم السفر إلى المدينة الكبيرة. تكلم الكاتب عن مهرجان التسول وحياة السريحة. الكاتب خالد بدوي كتب عن منطقة مسكوت عنها، هي مملكة الهالوك. الاسم الرواية، اسم الرواية مملكة الهالوك. المملكة هنا بتدل لها معنيين، يعني أنا ممكن أقول مملكة بمعنى طائفة أو مجموعة من البشر جنسهم واحد، وممكن برضو أقول مملكة بتدل على السلطة والملك. والهالوك هنا يقصد الكاتب بالفئة المهمشة المنسية. ولكن الهالوك برضو لها معنى، هو نوع من النباتات المتطفل الذي لا يعيش إلا مع بجانب نبات آخر يعتمد عليه حتى ينمو. متسلق ومتطفل، متسلق ومتطفل برضو. بالضبط. أنا عايزة أقرب للأستاذ خالد بالتطفل، يعني سموه نبات طفيلي. بالضبط. طفيلي. بالضبط كده. الرواية ممتعة بصراحة. هي رؤية أدبية بتعاري الفساد وتكشفه. هي سيرة ذاتية بيحكيها البطل اللي هو حارس، اسمه حارس في الرواية. بيستعرض من خلال هذا الحكي، بيحكي وبيستعرض من خلال الحكي ده أحداث حياة من خلال عدة أسر. الأسر دي جاءت من الريف إلى المدينة، المدينة الكبرى، كحلم لطلب الرزق طبعا. وسكنوا في مساكن إيواء خصصتها الحكومة لهم. احنا قبل ما نبدأ طبعا، احنا النهاردة على المنصة معنا نخبة من الأساتذة والدكاترة المناقشين، هيناقشوا الأستاذ خالد بدوي الكاتب. معانا الأستاذ الدكتور صبري زمزم،
ايوه والاستاذ الدكتور عبد الرحيم درويش والاستاذ الدكتور رمضان الحضري ومعانا كمان الدكتور القاسي الاديب محمد ابراهيم طه من المناقشين. قبل ما نبدا المناقشه هنسمع الاستاذ خالد بدوي، يعني حضرتك اختار لنا جزء من الروايه حضرتك تفضله يعني وتقرا علينا. نسمع بس المقطع السرد بتاع حضرتك.